أهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من هنا بيروت. كيف يبدو المشهد السياسي بعد الاشتباك السياسي الحاصل البارحة بين قصر بعبدة والرئيس نجيب ميقاتي حول من سرب الصيغة التي قدمها رئيس حكومة المكلف إلى رئيس الجمهورية البارحة صباحا؟ كيف يبدو إذن المشهد، وهل لهذه التشكيلة حظوظ بأن يوقع رئيس الجمهورية وسط أجواء تشير إلى أنه لديه ملاحظات كثيرة على هذه التشكيلة، وأجواء من مصادر التيار الوطني الحر تقول بأن هذه التشكيلة قدمت لكي ترفض؟ اليوم ضيفي في هذه الحلقة، أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم عواد، المشرف على موقع الانتشار، يعطيك العافية. يعني بداية، حضرتك عم بتتابع من لحظة تقديم الرئيس الحكومي، رئيس حكومة المكلف نجيب ميقاتي لهذه التشكيلة، كيف تبدو أجواء القصر ومن سرب هذه التشكيلة، خصوصا أستاذ إبراهيم وأنه هذه التشكيلة اللي كما سربت الورقة التي سربت عليها ملاحظات، يعني مكتوب عليها ملاحظات، يعني علامات استفهام وهيك علامات حد عدد من الأسماء، وقال الرئيس ميقاتي وفريق الرئيس ميقاتي أنه الورقة التي يملكها الرئيس ميقاتي ما عليها ملاحظات، وبالتالي هي سربت من بعبدة. بعبدة بهذا الوقت بتقول لا، مش هي اللي سربت. يعني طبعا هون نحن منضيع بين اللي سرب وبين اللي ما سرب، بين النفي وبين التأكيد. خليني أقول شغلة سيد جوزيفين قبل ما نحكي عن التسريب بتاع التشكيلي. كان صباحا في تسريبات عن أنه في تغيير بالحكومة الرئيس ميقاتي، والتغيير يطال أربع حقائب. يعني كان التسريب الأول، يعني قبل ما متجينا التسريبة مكتوبة، كان التسريب الأول على أنه في تغيير بأربع حقائب، وبلش يتردد أسماء منا على سبيل المثال. أنا عيشت منيح، يعني نذكر أنه وزير الداخلية الحالي القاضي مولوي استبدل باللواء الخير. حتى أنا اتواصلت مع اللواء الخير وسألته إذا في حدا اتصل فيك، هم قال لي جاوبني بالتواتر، يعني مش الرئيس نجيب ميقاتي، بالتواتر. يعني حتى كمان كان في اسم تاني انطرح، إيناس جرمقاني، وطبعا هي يعني ناشطة معروفة، وانه والله الاستاذ وليد جنبلاط هو اللي رشحها، بالإضافة الى اسماء اخرى. يعني بدأنا نهارنا مبارحة بالتسريب، وصولا الى التسريب المثبت يلي هو التسريب التشكيل المكتوب بخط الرئيس نجيب ميقاتي. يعني خلني اقول لك شغله هيك على السريع، الواحد يفوت بالموضوع. فيني يعني اجزم انه مساله التسريب كما تم طويها بين قصر بعبدة والرئيس نجيب ميقاتي. ليه؟ اول شيء رئيس ميقاتي امبارحه هو بمكتبه الاعلامي، انك لاحظتي اكيد سيد جوزيفين، ذكر انه نحن بدنا نوقف السجال حول من سرب، وبدنا نعود الى عمليه التشكيل، الى عمليه التواصل. انا كمان فهمت انه سوف يتم هناك تواصل واتصال بين الرئيس نجيب ميقاتي والقصر الجمهوري، وانه العلاقات وظفت لي من قبل القصر الجمهوري بانها جيدة جدا مع الرئيس نجيب ميقاتي، والرئيس نجيب ميقاتي كمان أجواءه بتقول أنه علاقتنا مع الرئيس هون هي علاقة طبيعية وجيدة وسوف يعني يتم اللقاء في وقت قريب، قد يحصل بكرة ست جوزيفين. يعني الرئيس ميقاتي اليوم انشغل بمجلس النواب بلجنة لجنة المال والموازنة. هلأ طبعا يعني بكرة قد يحصل لقاء بين الرئيس ميقاتي، بناء على شو؟ على طلب الرئيس عون، يعني يريد أن يقدم لهم ملاحظات. خلني لك شغلة نحكي واحدة واحدة. طالما هيك، أول شيء في هيك مأخذ من جانب القصر الجمهوري على الرئيس نجيب ميقاتي، أنه هو له بالعادة بتشاور على في تغيير بأربع أسماء، أنه على القليلة بيكون في تشاور قبل أن يأتي الرئيس نجيب ميقاتي ويقول له هذه التشكيلة اللي أنا بدي إياها. يعني حتى عم بيقولوا لي أنه ما صار في حتى تواصل بعد الاستشارات النيابية غير الملزمة بين الرئيس ميقاتي وبين الرئيس عون، هل ليضعوا في أجواء ما جرى. رأسا إجا الرئيس نجيب ميقاتي ومعه تشكيلة، ودخل في صلب الموضوع اللي هو تقديم هذه التشكيلة، وفيها مثل ما شفنا فيها أسماء جديدة وفي تغيير بالحقائب. هذه أول وحدة. بعدين يعني في هون عملية استغراب، بس أنا فيني فسرها من جانب الرئيس ميقاتي ليش أقدم على ذلك. خلينا واحدة واحدة نبلش بالقصر الجمهوري. كان في عملية استغراب أنه بهذه السرعة قبل التشاور حل الأسماء.
كمان في تساؤل بالأسر الجمهوري إنه ليش تم تعديل بحقائب معينة وبطوائف معينة ولم يجري تعديل في طوائف أخرى؟ لماذا هذه الحقائب الأربعة جرى فيها التعديل واستبدل الأرثوذكسي بسني وإلى ما هنالك يعني، والأرمني تحل محل إلى ما هنالك؟ فكان هل يعني مطلوب هذا الاستفسار من الرئيس نجيب ميقاتي، وطبعا الحصول على جواب. والرئيس ميشيل هون نرجع منقول هو ما رفض التشكيلة بالمطلق، ولكن أكيد يعني لديه ملاحظات أكيد لم تنزل بردا وسلاما عليه، يعني هذا وجهة نظري اللي عم بحكيه أنا. فهو بانتظار أن يتم اللقاء والتواصل. بتمنى القصر الجمهوري، بتمنى أجواء القصر، بتمنى أن لا تعود الأمور إلى يعني سوابق عانوا منها مع رؤساء بيانوا فيها يمكن تحديدا الرئيس الحريري، إلى سوابق بعملية التشكيل ومنقدم تشكيل ومنرفض ومنفض ومنقبل ومنرفض. ما بدهم يرجعوا إلى هذه الحقبة يعني. هني بتمنوا أن تمر العملية بشكل طبيعي، لأنه في أمور كتير داهمة ولا يمكن أن تنتظم المسائل اللي هي بدها تحتاج إلى عمليات إنقاذ وعمليات حلول إلا بتكامل السلطات. يعني هلأ في مجلس نواب، ولكن لا توجد هناك حكومة، ولا يمكن يعني لأي عمليات أو يعني إنجازات تتعلق بالمال بالاقتصاد بترسيم الحدود إلا ما هنالك إلا ما يكون في انتظام بعمل المؤسسات. صحيح هناك في فصل بين السلطات، ولكن في أيضا تعاون بين هذه السلطات وتناغم بين هذه السلطات. هذا الشيء مش موجود. ألا بالانتظار أن يكون هناك اتصال أو لقاء بين الرئيس، وأنا أعتقد هذا حسب ما فهمت يعني أنه اللقاء بات قريبا يعني حسب كما فهمت الجوزيفين. لأن الملاحظات رئيس الجمهورية هي واضحة، قصدك أنه سبق أن حدد به اللي عم تقوله أنه ليش وزارة الطاقة انعطت لسني بالمقابل وزارة الاقتصاد انعطت لأرمني. بده يعرف منه، ما سمع منه حتى ما فهمت يعني، ما سمع منه، بده يسمع منه للرئيس ميقاتي. يعني ما شرح الرئيس ميقاتي لما طلع ما شرح له أنه يبدو هيك، يبدو عن هيك الأسباب يعني بهيدي التبديلات. يبدو هيك، بس أنا هيك يعني يعني سبحان الله ستنا الكريمة حين كلف الرئيس نجيب ميقاتي أنا كتبت أنه مطلوب حكومة على السريع. نعم. وعلى السريع لأنه الرئيس نجيب ميقاتي دائما بيحكي بقصة الوقت، أنه الوقت داهم وما وقت هلا نقعد نبحث بأسماء ونجيب أسماء وحقائب وهذا بده وهذا ما بده. أنه نفس التشكيلة بس الأسماء اللي عليها إشكال عم بغيروها. نفس التشكيلة بده يعمل تعديل نعمل بأربعة. طيب بس في مشاكل تانية بهذه الأسماء، مثلا أنه في كلام عن وزير عن رئيس التيار الوطني حج برمبسي بأنه يريد الطاقة، والطاقة بهذه التشكيلة أخذها الرئيس ميقاتي. نعم شميل. حتى وزير الاقتصاد يعني للأرمني بالوقت يلي كمان إذا بدأ نتذكر كمان وزارة الاقتصاد ظلت لآخر لحظات لحتى يتفقوا عليها لما اتفقوا على حكومة، لما شكل نعم الرئيس ميقاتي حكومة. وبالتالي كمان جبران بسيط سيكون له ملاحظات على أنه ليش الأرمني اللي مش من حصته نعم يلي رح ياخد وزارة الاقتصاد اللي هي وزارة أساسية بمفاوضات مع صندوق النقد. يعني برضو ولو كانوا بس أربع خمس أسماء، يعني اختصرت هذه الحكومة بالأربع أسماء اللي تم تبديلها، إلا أنه هو لأربع أسماء هن أساسية عقد أكيد كبيرة. أكيد هيك أنا قلت لك أنه الرئيس عان بده يستفسر من الرئيس نجيب ميقاتي لماذا هذه الحقائب الأربعة، ولماذا هذا التبديل، ولماذا لم يشمل التبديل حقائب أخرى؟ على سبيل المثال وزارة المال بقيت للطائفة الشيعية الكريمة، مش بس بقيت للطائفة الشيعية يعني راحت للأستاذ ياسين جابر. يعني بدأ وكأن لفريق رئيس الجمهورية بدأ وكأنه الرئيس ميقاتي هو يحاكي تمنيات كل الكتل السياسية باستثناء فريق رئيس الجمهورية. خليني أقول لك شغلة هون، الرئيس ميقاتي كما تبدى له يعني لما عمل هالاستشارات شاف انه الكل مثل ما بيقولوا عايزه مستغني، يعني ما شاف هذه الحماسه بالانضمام الى الحكومه. هذا ما بده، هذا بده، وما وقته وما وقته، يعني ما لقى في هذه الرغبه عند معظم الكتل، يعني حتى ما اقول كل الكتل، يعني معظم الكتل، غالبيه الكتل يمكن 80% وغير الكتل ما حدا بده يشارك بهالحكومة، انه يعني ترك بيقولوا الكره في ملعب الرئيس نجيب ميقاتي. الرئيس نجيب ميقاتي
مراودته فكرة بصراحة يعني حتى قبل التكليف في حال كلف، حتى هو الرئيس نجيب ميقاتي في أحد الأحاديث التلفزيونية أنا مستعد أني أرجع شكل لما سئل يعني، وبدأ الحديث عن استقالة الرئيس ميقاتي وإلى ما هنالك، وقتها سئل الرئيس ميقاتي أنا مستعد أرجع شكل ولكن ما بدي يكون في شروط، بدها تكون الأمور مسهلة علي. هو بيرتقي أنه هلأ نحن ما وقتها نرجع نعمل تشكيل حكومي من أول وجديد، 30 في كلام نحكي عن 30، في كلام نحكي عن أكثر، ونجيب أسماء ونحط أسماء. نعم. هيدي بتاخد وقتها، بنوصل لأيلول يا ست جوزيفين. نعم. وبعدين ندخل ب مثل ما بيقول نفوت بشو اسمه ب بمرحلة بقى انتخاب رئيس جمهورية يعني. نعم. فاضل شهرين أمام مثل بس هذا اللي عم بيقول فعليا يعني. رئيس جمهورية إنه فعليا في شهرين فقط. لذلك هلا بعد شوي أنا وياك رح نستمع لي أنا أبغى صنع طلب بمداخلة هلا بهذه الحلقة يعني، بس خلينا نقول إنه فريق مثل ما عم تقول حضرتك إنه فريق رئيس الجمهورية اليوم يعتبر إنه أنه الرئيس ميقاتي ما بده يشكل حكومة لأنه بعد في أنجأ يعني أقل من شهرين ببلش يعني بآخر آب ببلشوا جلسات مجلس النواب ينعقدوا ببلش يدعي الرئيس بري لانتخاب رئيس جمهورية، وبالتالي من مصلحة الرئيس ميقاتي أن تبقى حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية العهد. مش ما بده يشكل حكومة، ما بده يضيع وقته هلأ بتشكيل حكومة تاخذ لها شهر شهرين قبل ما تتشكل إذا ما أكثر. مش بس هو حتى بس يعني القوات عم بيقولوا هذا الشيء علنا، القوات اللبنانية إيه طيب بس أقول. بعدين حتى الرئيس هون كمان بده حكومة، ما بده حكومة كمان على الموجة البطيئة يعني، هو بده حكومة سريعة ولكن أيمن حكومة يعني مثل ما بيقولوا كاملة مكملة، ما يكون فيها شوائب هون وهون مثل الشيء اللي حكيتهم أنا. نعم. وبده يستفسر ويشوف شو وجهة نظر الرئيس نجيب ميقاتي، لابد من عودة التواصل بين الرئيسين وإذا حيتم. ومثل ما فهمنا أنه اثنين عندهم استعداد للتعاون، هيدي شغلة كتير مهمة كتير منيحة، فبهالاجتماع المقبل ربما تتوضح الصورة للرئيس هون، قد يسير بها لا يسير بها، طبعا شغلة تانية يعني هيدي. بس بده يستمع إلى وجهة نظر الرئيس نجيب ميقاتي ونشوف على وين ترسي الأمور بعد ذلك. الرئيس نجيب ميقاتي راغب أنه يشكل حكومة، بس شاف أنه بين إيديه هذه التشكيلة، ما بده يضيع وقته بتشكيلات أخرى، وبده كمان هو كمان مع العهد أنه بيعرف أنه العهد متسرع أو يعني طالب تشكيل حكومة بسريعة، قال له ما معناه يعني ليس بالإمكان أفضل مما كان. هذه التشكيلة هذه اللي ممكن نمشي فيها بالوقت الحالي. طيب هل كان حزب الله على علم بهذه التشكيلة بما أنه يعني كان في مفاجأة من قصر بعبدة ومن فريق التيار أنه تفاجأوا أنه كانت سريعة يعني كان الرئيس. نعم. ميقاتي حتى هو قال أنه نحن قبل بنهار بالليل طلع القرار أنه يطلع على بعبدة، هل كان حزب الله على علم على خط هذه الخطوة برأيك وحركة أمل؟ هلا انا فهمت كمان حزب الله متكتم يعني، حتى البيان اللي طلع قبل ما ندخل على الاستوديو مع بعضنا من كتله الوفاء للمقاومه ذاكر انه بدنا حكومه ومن دون ما يعني يشير لاي شيء بمساله التشكيله التي قدمت للرئيس. نعم. للرئيس. ولكن اجواء الحزب يعني كما فهمت ايضا يعني ما كانت مرتاحه يمكن للتشكيلة اللي قدمها الرئيس نجيب ميقاتي، بيلاقوا انه هذه التشكيلة يعني من وجهة نظرهم عم بحكي انه هذه التشكيلة قدمت لانه سوف ترفض من قبل القصر الجمهوري وسنعود الى تشكيلة اخرى وايضا ترفض ونعود الى تشكيلة ثالثة وايضا ترفض. بصراحة حزب الله متخوف من القصة هذه بكل صراحة، هذا ما ابلغني اياه هذا يعني. والله يعني لم يكن على علم. ما بعتقد كان على علم يعني ما بعتقد انه كان على علم انه بده يقدم تشكيله، بس صباحا يعني عند الصباح والرئيس بري بالنسبه للرئيس بري لانه الرئيس بري يعني وضع اسم ياسين جابر في حقيبه المال يؤشر لانه الرئيس بري كان يعلم ولا اكيد لك شغله. ما في شك انه العلاقه بين الرئيسين بري وميقاتي علاقه جيده يعني، ولا يمكن انه هذا يعني تصوري، لا يمكن ان يضع الرئيس ميقاتي اسم الاستاذ ياسين جابر بدون علم الرئيس نبي بري يعني من حيث المبدا يعني، ولم يصدر اي شيء منافي او اي انتقاد سواء مباشر او غير مباشر من جانب عين التيني حتى هذه الساعه ما سمعنا شيء يعني من جانب عين التيني. بعتقد انه انا انه كان على اطلاع
على ما ينوي فعله الرئيس نجيب ميقاتي. عين التين كانت على اطلاع على ما ينوي فعله الرئيس نجيب ميقاتي. نعم. طيب استاذ ابراهيم، هلا يعني بانتظار انه ينضم لنا استاذ غسان، في قراءتين. اول قراءه بنسمعها لسان الرئيس ميقاتي انه هو مستعجل لتشكيل حكومه وانه يريد العمل والى اخره، وفي اتهام للرئيس ميقاتي بنفس الوقت بانه لا يريد تشكيل حكومه، وانه يشاركه في هذا الراي عدد من القوى السياسيه مثل القوات اللبنانيه اللي اعلنت صراحه انه هلا مش الوقت انه نروح نشكل حكومه، خلونا نكب على المعركه الاكبر اللي هي رئاسه الجمهوريه. وفي الكواليس ايضا يبدو انه كل القوى السياسيه مسلمه انه خلص خلي حكومه تصريف الاعمال تضل لنهايه العهد. يمكن ما بعرف اذا فريق رئيس الجمهوريه هو الوحيد اللي متخوف من هذا الموضوع، على اعتبار انهم ينتظرون يعني انتهاء العهد وخروج ميشيل عون من بعبده لبعدين انتخاب رئيس وتشكيل حكومه بيكون فيها نفوذ اعطيتني حر اقل. طب كيف بنكب على انتخابات رئيس الجمهوريه اذا نحن ما عندنا حكومه شو اسمه أصيلة يعني حكومة أصلية؟ أنا ما رح تلحق هيدي الحكومة، يعني لبال ما تتشكل ولبال ما تاخد الثقة ولبال ما تعمل البيان الوزاري بيكون خلص خلص وقتها، وبيكون إجا موعد انتخاب الرئيس لحتى ينتخب الرئيس بدها ترجع تتشكل حكومة. وبالتالي نعم، مش هيك الرئيس تختصر الوقت، هاي الحكومة موجودة موجودة، أنا عندي تعديل 4-5 أسماء، بكرة بتفق يمكن مع الرئيس عون انه ممكن يصير في تبديل بالاسماء، تبديل ببعض الحقائب، عم نقول انا يمكن. نعم. وبتمشي هذه الحكومه بين الوزاري موجود فرأسا ممكن الواحد يزهق، ما بده تضيع وقت يعني. هلا بنحكي عن البيان الوزاري لانه يعني كمان يبدو في مشاكل على البيان الوزاري، مشاكل قصدي ما في اجماع يعني، غالبا ما صار لسنة سنوات البيان الوزاري بيكون حاضر انه جيش الشعب المقاومه، اليوم يبدو لا. بلا اولى فتوى هيدي ما عادت موجوده كلمه الشيخ، حتى الفتوى بطلوا موافقين يعني عليها، يعني حتى الفتوى يبدو انها ستعمل جدل. هلا بنحكي بهذا الموضوع. نعم. بس خليني اتوقف مع النائب غسان عطل عضو تكتل لبنان القوي بمداخله عبر تقنيه الزوم. يعطيك العافيه استاذ غسان. يعطيك العافيه لك ولاستاذ عوض. اهلا وسهلا فيك. يعني استاذ غسان عطل اليوم رئيس ميقاتي يتهم فريقكم السياسي بانه سرب هذه التشكيله لحرقها، خصوصا وان هذه التشكيله قد سربت وعليها بعض الملاحظات التي واضح بانه هو رئيس الجمهورية قد وضع هذه الملاحظات عليها. شو ردك، شو رايك بهذا الموضوع؟ يعني صراحه انا ما سمعت انه هو اتهم انه سربت من القصر او غير سربت، وبالعكس سمعت انه عم بيقول انه خلينا نظهر من هالقصة ونروح على التشكيل الحكومي. قبل ما يقول هيك صارت يعني قبل ما يقول خلينا نقطع هالقصة صار في بيانات ومواقف متبادلة بين قصر بعبدة والرئيس ميقاتي. لا يعني انا يعني اللي مبين لحديث الساعة انه طريقة اصلا تسليم التشكيلة خلال ساعات يعني منا كثير يعني كانت موفقة، يعني كان فينا ننطر يومين ثلاثة، ما حدا عم بيقول ضروري نقعد أشهر تنشكل حكومة، يعني الحكومة فيها تتشكل بأسبوع ونكون عم نتروى أكثر بتشكيل حكومة نهاية العهد إذا كان في نية إنه نعمل حكومة تقدر تحظى على الثقة، وإذا كان في نية إنه فعلا نفوت بالملفات الأساسية. يعني اليوم عندنا استحقاقات داهمة مصيرية، كان أولى أنه نهتم أكثر بصورة الحكومة اللي بدها تأخذ قرارات من هذا النوع من هذا الحجم. نعم. طيب أستاذ غسان، شو ملاحظاتكم على هذه التشكيلة؟ لا نحن ما في يعني ملاحظات بمعنى ملاحظات، بس في معيار ما احترم بكل التشكيلة. يعني ما فهمنا على أي أساس في وزير بيبقى وزير بفل، ما فهمنا أنه ليه ما بده يكون في عنا حكومة فعلا يعني اليوم كاملة بكل الوزراء تبعولا تكون على قدر المسؤولية. يعني نحن قلنا من بعد الاستشارات انه نحن ما يهمنا هو مش المشاركة بالحكومة ولا عدد الوزراء، ولا بهمنا انه تكون في حكومة تروح تفاوض على الأمور الأساسية وتلاقي حلول للملفات المصيرية اليوم اللي عم يمرق فيها البلد، إن كان من خطة الدعم وخطة التعافي، إن كان من وضع حاكم مصرف لبنان الخارج عن القانون، إن كان من ترسيم الحدود، إن كان من ملف النازحين. يعني في كتير أمور اليوم البلد عم يمرق فيها
بحاجة كنا أنه ناخدها بأكثر هيك وعيا يعني. نعم، وهذا بدأ أنه ما أخذوا بعين الاعتبار رئيس مآتب التشكيلة، هيك قرأتم فيها؟ يعني ما بعتد حتى يعني الاستشارات أنا برأيي بهالسرعة بتقديم التشكيلة كانت وكأنها يعني أمر مفروض عليه، يعني أنه حتى ما بعتد أنه جوجة الأفكار كل اللي استشارهم بالمجلس النيابي، يعني ما لحق الوقت بعد ما كان مساعد. يعني نحن صحيح بحاجة لحكومة سريعة، بس كانت بتحمل يومين ثلاثة أنه نروح فيها مثل ما قلت لك بشيء أفضل من اللي قدم، يعني مش بتعديل بعض الوزراء، بل بالعكس بإحداث صدمة إيجابية للبنانيين وللمجتمع الدولي يعني. نعم، طيب امبارح هيك الجو السياسي كان يعني لدى فريقكم بانه هذه التشكيله قدمت لكي لا يقبل بها، لانه مثل ما عم تقول حضرتك يعني قدمت بسرعه وفيها كثير علامات استفهام، كانه يبدو انه الرئيس ميقاتي يريد ان يعني لا يشكل حكومه، ان يبقي على حكومه تصريف اعمال حتى نهايه العهد، شو رايك بهذا الموضوع؟ يعني هيدا الشيء اللي كان عم ينحكى فيه حتى قبل، يعني قبل تكليف الرئيس ميقاتي، بانه الرئيس ميقاتي سيكلف ولكن لن يشكل، لانه بهمه انه يكون رئيس مكلف على حكومه تصريف الاعمال، هيك بخفف عنه ضغط انه ياخذ قرارات مهمه. حكومه تصريف اعمال بنعرف انه حجم تعاطيها بالامور رح يكون اخف كثير، ورح تقدر تشيل عن ظهرها ملفات كثير ممكن تعملها، وهذا اللي كنا نحن دائما نقول انه نحن بحاجه لحكومه، لانه عندنا كثير امور مصريه اليوم لازم حكومه لبنانيه كامله وتكون حكومه مش تصريف اعمال تقدر تقوم بهيدي المهمات. فالظاهر انه لا، لازال موضوع تمرير الوقت لغايه نهايه العهد هو اللي فرض نفسه على الواقع اللبناني. يعني تمرير الوقت قصدك انه انتم ترون في هذه التشكيله تمرير الوقت لحتى يمضى ويخلص العهد وبعدين يشكلوا حكومه بعد انتخاب رئيس جمهوريه، هيك قصدك؟ هذا اللي مبين لحديث الساعة بطريقة التعاطي وبطريقة التشكيلة اللي تقدمت مبارح، وكأنه هيدا المطلوب. يعني مطلوب اليوم أنه قد ما فينا نستعمل الوقت اللي باقي لرئيس الجمهورية، ومن بعد رئيس الجمهورية بنشوف كيف فينا نشكل حكومة كاملة أو نشكل حكومة تقدر تشتغل بشكل واضح بالأزمات اللي عم يمرق فيها البلد. طيب وكيف أنتوا رح تردوا حيال هذا الموضوع أسيز غسان؟ يعني شو رح تعملوا؟ شو رح يعمل رئيس الجمهورية مثلا؟ يعني بعرف أنك حضرتك ما بتحكي باسم قصر بعبدة، بس بعرف أنك مطلع على الجو السياسي، ماذا سيفعل رئيس الجمهورية؟ لا شوف، يعني حتى الساعة، يعني أنا سمعت أستاذ إبراهيم كان عم بيحكي الأمور معه حق فيها، أنه حتى الساعة ما في خلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي، وأنا برأيي حتى التشكيلة هيدي اللي تقدمت هي مش تشكيلة نهائية، وقدم تشكيلة رئيس ميقاتي للنقاش، إذا أنا غلطان بشيء أستاذ عوض فيك توضحه إذا أنت عندك معلومات أكثر يعني. فبعتقد انه اليوم رح يكون في نقاش على هيدي التشكيله، على اثر النقاش ببين اذا هل هي تعنت بهيدي التشكيله اكثر ما تكون موجوده حكومه اليوم بالوقت الحاضر، او انه رح نوصل لاتفاق ببعض التعديلات الاخرى. فننتظر لل 24 ساعه اللي جايين تتوضح الامور اكثر يعني. يعني عم تقول انه بال 24 ساعه المقبلين سيكون هناك نقاش حول هذا الموضوع؟ ايه، بعتقد هيدا الشيء، يعني بعتقد انه رح يكون في لقاء لمناقشه التشكيله اللي قدمها الرئيس ميقاتي. طيب استاذ غسان، شو المطلوب؟ يعني ما هو اذا بدك شو هي اكثر العلامات استفهام المبينه عندكم، وما هو المطلوب؟ يعني فيك تقول لي مثلا الوزير السني بحقيبه الطاقه، فيك تقول لي الوزير الارمني بحقيبه الاقتصاد، بدي تشرح لي لو سمحت شو هن. ارجع بس كرر الشيء اللي عم ينقال هاليومين واللي هو منه واقعي ومنه صحيح. يعني ما عندنا اي التزام بحقيبه الطاقه، ما لها علاقه ابدا باللي عم نقوله هلا اليوم عن وضع التشكيل الموضوع حاليا. كان كلام الوزير بسيل واضح مع الرئيس ميقاتي انه المداورة بكل الحقائب وعدم اعتبار أي حقيبة هي لفريق معين أو لطائفة معينة. فهون بنكون نحن ملتزمين بأنه ما عندنا أي مشكلة بحقيبة الطاقة أنه تكون لأي حدا أو لأي فريق أو لأي طائفة. فلنشيل يعني ما عندكم مشكلة ب اسمه وليد سنو، ما عندكم مشكلة إذا بالاسم الذي طرحه الرئيس ميقاتي على حقيبة الطاقة؟ ما عندكم مشكلة ما عندنا مشكلة بحقيبة الطاقة أنه تكون مش للتيار الوطني الحر، بس بذات الوقت عندنا مشكلة بالمعيار. يعني ما فينا
بس نقرر نعمل مداورة بمكان واحد ونرفض المداورة على بقية الحقائب. يعني قصدك الحقائب السيادية؟ قصدك السيادية؟ السيادية ما تغيرت. شوف، ما هو لأنه ما تغيرت، يعني اليوم نحن وقت بعد الاستشارات حكي الوزير باسيل إنه بالآخر نحن ما بدنا نثبت أعراف جديدة وكأنه الحكومة الوزراء فيها ينتمون لطوائف معينة وما بنقدر نغيرهم. نحن المطلوب اليوم إنه لا، هيدي الحكومة ما شفنا ولا شيء مكتوب لا بالطائف ولا بالدستور ولا بأي مكان بيسلم جدلا بانه هذه الحقيبه الوزاريه هي للطائفه الفلانيه او للحزب الفلاني. مزبوط. خلينا نروح مظبوط. بس استاذ غسان انت بتتذكر مظبوط هذا الكلام، ولكن انت بتتذكر انه لما تشكلت حكومه الرئيس ميقاتي كان عندكم نفس الموقف، وبعدين رجعتوا سلمتم بانه تثبيت الحقائب السياديه. يعني هذا ليس موقف جديد، ودائما نرجع انه الحقائب السياديه بتضل بهذا التوزيع الطائفي. طيب بس انه اليوم إذا ما قدرنا وصلنا لنتيجة مش معناتها أنه نحن رأينا ما بقينا عليه، بس أنه فينا نفرض نعطي رأينا بموضوع نحن شايفينه أنه هو هيدا اللي لازم يصير، وما نقدر نوصل لنتيجة لأنه لا الأكثرية ولا رئيس الحكومة قبل معنا. بس أنه مش معناتها أنه ما رح نضلنا ثابتين على رأينا، نقول أنه هيدا رأينا نحن بملف الحكومة هيك لازم تكون، مش لازم تكون غير هيك. يعني أنتم مع المداورة في الحقائب السيادية؟ طبعا، هيدي شغله. وبعدين يعني مثل يعني هيدي الحكومه اليوم فيها حزبيين ببطاقات وحزبيين ملتزمين، وانت ما احكي عن حدا، رح احكي عن الفريق اللي نحن بننتمي له. يعني وزير الاقتصاد اليوم ترشح على النيابه وعمل نائب ورجع وزير اقتصاد وهو حزبي ملتزم، يعني ما فينا صيف وشتي تحت سقف واحد. يعني وزراء ممنوع يكونوا حتى مقربين من فريق معين. مش وزير الاقتصاد، ايه مش وزير الاقتصاد، وزير الاقتصاد اللي هلا سمي هلا وزير الاقتصاد. ايه سمي هلا، ايه فما في يكون في صيف وشتة تحت سقف واحد. يعني اما انه نقبل بالوزراء السياسيين، اما ان نكون نحن مع وزراء تكنوقراط. يعني بس انه يكون في فريق بحق له يسمي اللي بده اياه وفي فريق ما بحق له يسمي اللي بده اياه، يعني هيدي كمان معيار وعدالة. يعني بس هيدا المطلوب. طيب صرنا اثنين، يعني اذا انتم مع المداوره في الحقائب السياديه، وانتم مع اعتماد نفس المعيار باختيار الوزراء اذا كانوا سياسيين ينتمون الى احزاب سياسيه او لا ينتمون. لانه والاهم من هيدا كله ست جوزفين انه تكون الحكومه قادره يعني تروح تنجز المطلوب منها بالامور المصيريه اللي عم يمرق فيها البلد اليوم، ومن هونيك برايح كل اللي قلناه قبل بصير تفاصيل. اذا بنامن حكومه قادره تاخذ قرارات واضحه وتحل المشاكل المصيريه اللي عم يمرق فيها البلد، وما تضغط على القضاء ليرفض انه يحاسب حاكم مصرف لبنان، نحن رح نكون اكثر الناس داعمين، ما عندنا مشكله. بس لما بده يكون في مشكله بحكومه بترفض محاسبه الفاسدين، يعني بنفضل ساعتها انه يكون عندنا حكومه افضل. يعني انتم اللي توافقوا على اي حكومه عليكم ان تحصلوا على وعد بانه يعني الشروع بمحاكمه رياض سلام. نحن بنوافق على انه نحاسب كل الفاسدين، يعني هو واحد منهم، ولكن اليوم اذا بدك ترجعي الثقه بين المواطن والدوله كيف بترجعيها اذا ما بتعطي القضاء شويه حصانه ليروح يقدر يحاسب؟ اذا بتكوني كل الوقت سياسيا عم تضغطي على القضاء تما يوصل ولا لمحاسبه باي ملف، انه ما في امور اساسيه كمان اليوم ما فينا بعد نحن نقدر نصد الناس ونسكتها. هذا الانسان اللي اليوم المودع اللي راحوا مصرياته وراح شقى عمره واللي اليوم ما عم يقدر يسحب مصاري واللي صارت شغله نص اللبنانيين يلحقوا التعميم تيشتغلوا على صيرفه، مش مقبول. يعني هذا شيء مش بالمنطق، يعني اقل شيء يكون في طرف عم بيطالب بانه لا خلص نوضع حد لهيدي المساله. طيب استاذ غسان، هل يريد الوزير باسيل ان يكون وزير في الحكومه المقبله؟ لا. بس يريد لمحاسبين يعني ينتمون الى التيار ان يكونوا وزراء في الحكومه المقبله. الوزير باسيل من سنه ال 19 كان ما بده يكون وزير بالحكومه، يعني مش من اليوم، فهذا الموضوع مش هلا. يعني انا بعرف وانا قريب وانا عندي هذا الجو كنت حاضر انه ما كان يرغب بان يكون وزير بالحكومه. اليوم برجع بقول لك المطلوب معيار انه هل هيدي الحكومه سياسيه او غير سياسيه، هل هيدي الحكومه ناتجه عن نتائج الانتخابات او لا.
يعني تمثل كل اللبنانيين أو لا، تمثل نعم. الشريحة الذي انتخبها الشعب اللبناني أو لا، هل هي حكومة توافقية مثل ما كل عمره المجلس الوزراء عم بيكون أو نعم. لا، هذه المرة هي حكومة معارضة وموالات. يعني في أسئلة عديدة عم نسألها، بس يعني بحق لنا نسألها. طيب امبارح صار اجتماع بعد الظهر عقده الوزير باسيل مع عدد من يعني يمكن الوزراء وغير الوزراء، ما بعرف اذا حضرتك كنت موجود، ولكن صدر في معلومات يعني نشرت بعد هذا الاجتماع بان الوزير باسيل طلب من الوزراء وزرائه الوزراء المقربين من التيار يعني في هذه الحكومه انه ما يحضروا ولا اجتماع لمجلس الوزراء يدعو له الرئيس ميقاتي، هل هذا الكلام صحيح؟ في يقول لك انه بشك انه هذا الكلام يكون صحيح، وتكون واضح اكثر انا ما بعرف ما عندي فكره. اوكي طيب، لكن استاذ غسان لحتى في يقول لك ليش 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 عم ليش عم بقول بشك انه يكون غير صحيح، لانه من وقت ما تشكلت هيدي الحكومه لا لقاءات بين وزراء والوزير باسيل. بس امبارح صار في اجتماع. انا يعني اذا انت عندك المعلومه اكثر مني ما انا عم بسالك، انا عم بسالك لحتى تاكد لي اياها. انا جاوبتك ما عندي اي فكره. اوكي طيب، لكن استاذ غسان بال24 ساعه المقبله رح نشوف لقاء بين رئيس الجمهوريه والرئيس ميقاتي، سيطرح رئيس الجمهوريه مجموعه من الاستفسارات على الرئيس ميقاتي تتعلق بسبب يعني قيامه بالمداوره بعدد من الحقائب وعدد من الطوائف، وسيطالب بالمداوره في الحقائب السياديه مثل ما فهمت منك، اذا انا غلطانه صحح لي. لا انا ما قلت رئيس الجمهوريه، انا انت كنت عم تساليني عن موقف التيار الوطني الحر. هلا انا عم بسالك موقف التيار الوطني الحر، رئيس ما راح يطالب بالمداوره بالحقائب السياديه؟ ما عندي فكره الرئيس بمناقشاته مع ميقاتي شو راح يكون تعليقه على الحكومه اللي قدمها الوزير ميقاتي. نعم. ولكن بعتقد انه قابل للنقاش، وبعتقد انه ما في خلاف اليوم على مناقشتها، وما بعتقد الرئيس ميقاتي وضعها وقال انه أنا هيدي هي وما عندي خيار تاني، بالعكس نعم. وضعها للنقاش وللوصول لتشكيل أفضل. ولكن أنتم كتيار ترون في كل هذا المشهد محاولة لتضييع الوقت لانتهاء العهد من دون حكومة؟ خوفنا أنه نوصل لهذه النتيجة نعم. أنه يخلصوا هودي الشهرين بتضيع الوقت ونهاية العهد. بدك تضيف شيء أستاذ غسان قبل ما نختم نحن وإياك على أمل لقاء القريب هون بالسجو؟ بدي اشكرك ورحب مره ثانيه بضيفك الكريم. شكرا لك استاذ غسان عطل النائب عضو تكتل لبنان القوي، اهلا وسهلا فيك. شو رايك استاذ ابراهيم يعني موقف واضح جدا من التيار انه بما معنى انه هذه التشكيله مش مقبوله، في كثير ملاحظات وسيتم المناقشه يعني بالساعات المقبله، ولكن في تخوف بانه المشهد السياسي رح يضل هيك الى انتهاء هذا العهد. هلا التخوف موجود، بس يعني بنتمنى انه ما يصير، وبنتمنى انه يتوصل الرئيسين الى تفاهم باسرع ما يمكن حول اعلان تشكيله حكوميه. هلا بالنسبه للوزير باسيل، الوزير باسيل طالما ردد انه انا بدي بالحكومه انه يكون في وزراء سياسيين فيهم نفحه سياسيه، يعني مثل بيقولوا هذه في الطيف السياسي موجود يعني، وبيقول هو انه اذا بنشوف الحكومه الحاليه الكثير من الوزراء هن في صميم الاحزاب وفي صميم التيارات، يعني طبعا نعم. امل ممثله، حزب الله ممثل، صحيح، وبالاسماء وبالتحديد. فنحن لماذا لا نمثل؟ يعني حتى بيقول يعني كما فهمت ايضا انه حتى الوزير فياض المحسوب عليه هو مش بالتيار الوطني الحر، يعني فكلياتهم كانوا كل الاحزاب تقاسمت الا نحن التيار الوطني الحر طلعنا برا. هلا بس انا يعني فدتني اقول شغله بالنسبه لتشكيله الرئيس نجيب ميقاتي السريعه، هيدي يعني بعتقد حاولت راجع انا قد ما في، لم يسبق في تاريخ لبنان ان تقدم التشكيله بهذه السرعه، وربما تدخل في كتاب جينيس اللي عمله الرئيس نجيب ميقاتي. طيب بدنا انتقل شوي لانتخابات رئاسه الجمهوريه، طالما الجميع يصفها بالمعركه الام، القوات اللبنانيه تقول انها لن تشارك في هذه الحكومه، وهي تعتبر انه هذه هلا مضيعه وقت، وانه يبدو ان صفوف المعارضه اليوم أو الفريق المعارض إذا بدك لحزب الله وحلفائه عم
عم بيتناقشوا عم بيرصوا الصفوف اذا صح التعبير يعني كرمال معركه رئاسه الجمهوريه. برايك رئاسه الجمهوريه ستكون سينتخب رئيس بالتوافق بتسويه ام لا سنشهد معركه وتصويت حقيقي مثل بانتخاب الرئيس بري ونائب رئيس مجلس النواب؟ يعني اول شيء فينا ناكد انه الرئيس ميشيل عون، وانا كنت في هذا الحديث صباحا، يعني لن يبقى لحظه واحده بعد انتهاء ولايتي ولا لحظه على الاطلاق. يعني حتى في ناس طبعا طلع كلام تمديد وما تمديد الى ما هنالك. نعم لن يحصل ابدا، لن يبقى لحظه واحده. انا بالنسبه للشيء اللي تفضلتي، ما في شك انه الشيء اللي صار يعني هو غير المسبوق اللي صار في مجلس النواب بالنسبه لانتخاب رئيس المجلس. انا كنت دائما اقول انه مش بس قصه نائب الرئيس، في مشكله بانتخاب رئيس المجلس. وسمعنا يا سيد جوزيفين احدهم من النواب الجدد بيقول لماذا نحن علينا ان ننتخب رئيس مجلس النواب من الطائفه الشيعيه؟ يعني وصلت الامور الى هذا المنحى. هن عم يحكوا انه هن ضد المحاصصه الطائفيه. انا معك بس اكثر عني بحبه حبه اللي بده يعمل يغير. كلياتنا طبعا طامحين للتغيير، طامحين لدولة تكون غير طائفية ما في شك، بس هيدي بده ينشغل فيها من داخل مجلس النواب، يعني مش بالكلام بالمواقف إلى ما هنالك. فالمعركة اللي شفناها بمجلس النواب ثم برئيس مجلس النواب ثم بنائب الرئيس ثم باللجان، وهذا التشرذم الموجود أكيد بده ينسحب على أي استحقاق دستوري لاحق. بس إذا جينا عملنا هيك سيناريو، يعني بسمحي لي إذا جينا عملنا سيناريو. نعم. هلأ الاسم يعني المطروح طبعا الوزير السابق رئيس تيار المردي الأستاذ سامي الفرنجي. نعم. طيب ماذا لو يا ستنا الكريمة تم التوافق والتفاهم بين التيار الوطني الحر وتيار المردي على أن يكون الأستاذ سليمان الفرنجي رئيسا للجمهورية؟ بيطلع بنصف زائد واحد، بيطلع أكثر بعتقد. لا إذا جينا ما بيطلع بالدورة الأولى، التلتين صعبة. نعم. إذا اجتمعوا الأولى، إذا عارضوا القوات اللبنانية وليد جملات قال له أنه أنا لا أنتخب، بس أنه ما بيعطل النصاب. رئيس مجلس النواب نبيه بري كم صوت أخذ؟ 65 من دون تيار الوطني الحر. صحيح. إذا زدنا تيار الوطني الحر عليهم 17. لا ما في التقدم الاشتراكي. في تصريح لوليد جملات يقول فيه بأنه لن ينتخب رئيس من 8 أدار، ولكنه لن يعطل المؤسسة الدستورية. يعني عم بيقول له لسليمان الفرنجي ما رح انتخبك بس مش رح اعطل لك النصاب. الرئيس الاستاذ وليد جملات عم يحكي هلا هذا الكلام، ممكن بكره نشوف يعني كلام اخر للوزير جملات. ما فينا يعني ناخذ كلام الاستاذ جملات خلص انه نهائي وحاسم. طبعا هو كمان بيدور زوايا الاستاذ وليد جملات وبيقرأ سياسي وبيقرأ إلى ما هنالك. لطالما نحن قلنا أنه انتخاب رئيس الجمهورية مش بس من عندياتنا، كمان من عند الخارج. أنا أعتقد يعني تفسيري أنه الوزير الفرنجي يحظى بتأييد خارجي. يعني منشوف نحن كل السفراء بيطلعوا على أو بنشعي أو على إهدين في هذا التواصل. علاقته مع السعودية جيدة منذ الجد رحمة الله. صحيح. بس ليش هلأ ما في أي لقاء عم يجمعوا بين السفير السعودي وليه ما في السفير السعودي عم يعمل لقاءات كثيرة، ليش ما في ولا لقاء مع الوزير سليمان الفرنجي؟ قد يعني طبعا الوزير الفرنجي ما حينزل لعند السفير السعودي. السفير السعودي قد يكون بزيارة، نعم. للوزير سليمان الفرنجي. يعني احنا عم نعمل سيناريو ستنا الكريم، عم نقول في حال تيار الوطن الحر كذا صار فيها التفاهم ودلت الامور سالكه بمنحى ايجابي كما هو في الوقت الحاضر في وقت الراهن. هلا شو بيصير بعدين الله بيعلم. حتى الان ما انا ماني شايف غير هالصوره قدامي. يعني بس مثل ما قلت لك نحن مش بس يعني مش بس نحن اللي منتخب رئيس جمهوريه، نحن بده يشاركنا الجو الاقليمي والجو. نعم. العربي والجو برايك اليوم الجو الدولي الحدود. ايه الجو الدولي والجو الاقليمي اليوم يعيد تجربه الرئيس ميشيل عون، لانه في كلام عن انه يعني الرئيس ميشيل عون انتخب برفع غطاء اذا بدك، يعني قالوا له السعوديين وقت لسعد الحريري انه على مسؤوليتك. اليوم لا تغير الموقف، اليوم في الدول الخليجيه وبعض الدول عم بيقولوا ما بقى لبنان بيحمل رئيس من صلب 8 أدار، فلتذهبوا إلى رئيس توافقي.
بين الفريقين. امبارح كان رئيس حزب القوات اللبنانيه سمير جعجع عم بشيد بقائد الجيش جوزيف هون. يعني طبعا اسم مطروح ومن حقه الدكتور جعجع يشيد بقائد الجيش، ولكن ايضا الوزير سليمان الفرنجي ما فينا نقول انه رئيس تصادمي، يعني هو الى حد ما رئيس توافقي، صحيح هو بثماني ادار والمقاومه الى ما هنالك، بس علاقاته جيده مع كل الاطراف مع كل الفرقاء. يعني انا بعتقد يعني حتى مع القوات اللبنانيه ما في هذا الصدام بينه وبينهم، يعني حصلت مصالحه بين الفريقين اذا انا ماني غلطان. بس انه اليوم لا تبدو على انا معك بس انه بقصد انه مش رئيس تصادمي. نعم طبعا انا عم بحكي من المبكر اني احكي هلا بالوقت الحاضر اقول انه فلان وفلان وفلان، بس انا عم بعطي السيناريو يلي انا شايفه حتى هذه الساعه، يمكن يتغير بعد اسبوع بعد اسبوعين، يعني حين يقترب موعد رئيس الجمهوريه يمكن يطلع لنا اسم لا قائد الجيش ولا الوزير سليمان الفرنجي، يمكن يطلع لنا اسم ثالث ويصير في تفاهم عليه دولي وعربي وداخلي، ما حدا بيعرف. يعني ما دام كنا نحن بالمفاجآت، يعني مثلا الله يرحمه الاستاذ الياس سركيس فجاه طلع اسمه، يعني ما كان ما كان عندنا ما كنا بجو مثلا. بس كان مدعو، يعني كان قوى سياسيه هي التي انه غطته دعمته. يعني اليوم انه من هو الاسم يلي راح تدعمه هذه القوى السياسيه؟ انا قلت لك يعني بنبلش بالثنائي الشيعي اكيد بدور سليمان، بفضل سليمان الفرنجي في حال التيار الوطني الحر كمان بفضل الرئيس الوزير الفرنجي. ليش اليوم النواب الجدد ليش بفضل التيار سليمان؟ لا التيار الوطني الحر. انا يعني تقلك شغلي خربطت شوي انا هون، انا بدي اقول التيار الوطني الحر قد يفضل، كنت لازم أقول قد يفضل أنا أكثر، قد يمشي أو يسير بالوزير الفرنسي. نواب الجدد في الشمال معظمهم كلهم بيفضلوا يكون الوزير، قصدك نواب السنة الجداد يعني نواب السنة الجداد بيفضلوا يكونوا يعني بتعرفي شمال وصغرتها وطرابلس وعكار وكذا كلياتها. فمشان هيك أنا عم أقول لك إنه حظوظ الوزير الفرنسي حتى هذه الساعة متقدمة، يعني على قائد الجيش الذي هو يعني رجل شخصية محترمة وأيضا شخصية يعني فينا نقول ما تلطشت بالسياسة ولا كان عنده أي مواقف يعني نافرة، ولكن ربما عم أقول أنا ربما بعض الأطراف يعني تفضل فرنجية على القائد الجيسون. نعم طيب عم نشوف جولة للسفير البخاري، ومبارح كان في عنده لقاء يعني ملفت جدا مع نجل محمد حسين فضل الله، سيد محمد حسين فضل الله، برسالة بدت يعني لافتة ومهمة. شو هي الرسالة اللي أراد أنه يرسلها بهذه الزيارة السفير البخاري؟ واليوم هلا في لقاء بينه وبين رئيس جمعية المشاريع في طرابلس، احنا بنعرف انه جمعية المشاريع والسعودية مش ولا بد يعني ولكن شو عم بحاول يعمل؟ شوف هلا انا بتمنى انه نرجع نشوف السعودية يلي على القليل اللي انا بعرفها واشتغلت 25 سنة بالصحافة السعودية شرق الاوسط ومجلة المجلة، بتمنى اشوف هذه السعوديه اللي هي دائما كانت تقرب بين اللبنانيين ولا تتخذ طرفا سيد جوسمين مع جهه ضد اخرين. يعني انا اتمنى على السعوديه التي عرفناها وخبرناها لطالما كانت تمد يد العون الى لبنان ان نرى ان تعود الى مثل هذا الدور، نامل ذلك. يعني نتمنى انه السفير السعودي يسير على هذا المنوال في الوقت الحاضر، اتمنى ذلك يعني اتمنى ذلك. طيب بدنا شوي نحكي عن الجو يعني الدولي اليوم. في علاقات او حوار مفتوح بين الفرنسيين وحزب الله؟ على طول موجود الحوار، على طول موجود. يعني في كل الازمات اللبنانيه مرينا فيها على طول الحوار موجود بين حزب الله وبين الفرنسي. وبهيدا الوقت وبهيدا الوقت يعني يعود فيينا من بوابة قطر الدوحة، هذا مؤشر كمان مؤشر جيد، يعني عودة الاتفاق النووي الأول، تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى السعودية. يعني في مجموعة من العناوين اليوم يلي عم بتظهر بشكل كبير بالمنطقة، كيف رح تأثر على لبنان أو هو يعني بآخر هلأ اهتمامات حاليا؟ هلأ أي شيء بيكون في هيك
تفاهم وهدوء في الأجواء السياسية ضمن يعني الجو الإقليمي والجو الدولي، هذا كله بيأثر على لبنان. يعني هلا إذا قلنا مثلا صار في طي صفحة الخلافات نهائيا بين إيران وبين السعودية وعودة فتح السفارات، أكيد بدها تأثر على لبنان بشكل إيجابي، بشكل أو بآخر بشكل إيجابي. هلا بالنسبة بس لأنك ذكرتي قصة السعودية وأمريكا، بدنا نتوقف بس عند كلام قاله الرئيس الأمريكي أني أنا ذاهب إلى السعودية ولن ألتقي الأمير محمد بن سلمان. لا، هو قال أولويته مش اللقاء مع محمد بن سلمان. بس إذا التقيته حلتقيه باعتباره هو أحد المشاركين في يعني طبعا كانت لافتة سيد جوزفين. خلينا نشوف بس كيف بده يكون التصرف الأمريكي أو التعاطي الأمريكي مع المسؤولين السعوديين، لأنه هذا الكلام يعني كان لأنه سئل وقتها أنه ربط رأي اللي سأله ربط السؤال بينه وبين مقتل الصحافي خاشقجي. وقال أنا مني رايح تشوف الأمير محمد بن سلمان. خلينا بس نتروى شوي قبل ما هلأ فسر هذا الكلام على أنه يعني كلام شعبوي ربما مشان انه قلنا ربما شو، بس لانه الولايات المتحده الامريكيه هلا من بعد علاقتها مع السعوديه يعني قطعت مساله يعني الخاشقجي وعم تروح على اثار تركيا كذلك وكذا. وتركيا كذلك تماما. طب اليوم قبل ما نخلص هذه الحلقه في كلام عن انه كريش يعني بدات البوارج توصل للخط 29 وربما يعني دخلت عليه شوي. في كلام عن انه بالصحف يعني بوارج امريكيه نفتوا السفاره الامريكيه انه ما في بوارج امريكيه على صحيح تم النفي يعني صراحه. نعم صار النفي، ولكن هل هذا المشهد يؤشر الى اشتباك حربي يعني بين لبنان واسرائيل؟ بتقول لك شغله اللي نحن فهمناه من خلال متابعتنا، حزب الله ينتظر إشارة من الدولة اللبنانية. حين تقول الدولة اللبنانية أنا عجزت مع المبعوث الأمريكي إلى التوصل إلى حل، عجزنا وأقفلت جميع الأبواب، لذلك عند حزب الله لديه حرية التحرك. أنا عم بحكيكي شو المتداول بالوقت الراهن. بس بما أن الشيء بالشيء يذكر وإن شاء الله أنا أكون مخطئ. إيه؟ ست جوزيفين شو؟ أنا ما إلي ثقة بأي مبعوث أمريكي يتولى أي مفاوضات طالما هذه المفاوضات داخلة في صميمة إسرائيل. ما عندي ثقة بكل صراحة، إنه دائما هو إلى جانب إسرائيل مش إلى جانب أي دولة أخرى. كمان بتمنى إني أنا أكون مخطئ وبيكون لا منك مخطئ، وهذا تدركه أصلا الدولة اللبنانية، ولكنها تفاوض اليوم. جبران ماسيل عم يرجع يقول رجعوا على 29 كرمال ناخذ 23 مع قانا، يعني هو جبران ماسيل أكثر من كمان هدد بقصة. نعم وكان الأمين العام لحزب الله، بس اليوم المقصود هو هوكشتاين وين؟ يعني أيمتى رح يرد؟ هلأ اللي يصبو صعب الوزير ونائب رئيس حكومة كان عم بيقول، نائب رئيس مجلس النواب كان عم بيقول أنه حصل اتصال بيناتهم خارج لبنان، ولكن متى يعني هل في مؤشرات على رد إسرائيل أو موقف يعني إسرائيل من الموقف اللبناني؟ يعني فينا نقوله حسب من حكى من جانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي أنه حصل هناك تضييق خلاف بين لبنان ودولة العدو إسرائيل. تضييق خلاف لا يعني إنهاء هذا الخلاف، نأمل هذا التضييق أن يستمر أكثر وأكثر لكي ينتهي الخلاف، حينئذ يمكن نتحدث بأمور إيجابية. ولكن نحن الآن في تضييق الخلاف وليس في إنهاء هذا الخلاف. نعم يعني ما زال هناك المطلوب مزيد من التفاوض، مزيد من المباحثات، فلننتظر لنرى. يعني مفروض كما فهمت أنه السيد هوكشتاين بده يقوم بزيارة قريبة إلى لبنان كما فهمنا. نعم جوزيفين. نعم طيب كمان يعني قبل ما نختم بعد شيء بس هيك عنوان بدنا نطرق له، بطبيعة الحال الحوار الفرنسي مع حزب الله. والكلام عن المرحلة المقبلة التي يعني يقبل عليها لبنان بناء على هذا الحوار. قد نشهد مبادرة فرنسية خاصة بلبنان،
ما بعرف شو هي، منهم من يقول انها سياسيه، منهم من يقول انها اقتصاديه ماليه مساعدات، يعني هل في معلومات عن هذا الموضوع وشو رح يسفر هذا الحوار بين الفرنسيين وحزب الله؟ انا ملاحظ انه شوي المبادره الفرنسيه او الزخم الفرنسي تراجع بعض الشيء في الاونه الاخيره، يمكن التهى الرئيس ماكرون بانتخاباته، وهلا كمان انتهى بانتخابات البرلمان الى ما هنالك، كان في تراجع للدور الفرنسي، نتمنى انه يعود الى نشاطه الدور الفرنسي. كمان انه ممكن هذا الدور الا نراه في الوقت الراهن الا قبل فتره وجيزة من انتخاب رئيس الجمهورية، قد نشهد تحرك الجانب الفرنسي ولكن ليس في الوقت الراهن، لا يوجد في الوقت الراهن أي ملامح أو أي مؤشرات على أن هناك طب ماذا يريد حزب الله من المرحلة المقبلة؟ هل يريد مثلا تعديلات دستورية؟ هل يريد تغيير بشكل النظام؟ شو مصير طرح اللامركزية الإدارية يلي كل مرة بيرجعوا بيطرحوها؟ هلا بعتقد مش بس حزب الله اللي بده بيطلب تعديلات، حتى الكل بتسمعي مثلا على سبيل المثال بيقول بدنا نعدل بالطائف اخر شيء يعني او احدى شيء قصه المهل الدستوريه، رئيس المكلف قديش بدهم يعطوه حين يعني يتكلف معه 3 أشهر رئيس الجمهوريه. نعم. يعني سمعنا الكلام هذا، الكل عم يطلب انه في يعني مطلوب إعادة نظر في بعض البنود الموجودة بالطائف، هذا مطلب الكل بدون استثناء، وليس حزب الله يعني صراحة ست جوزيفين بدأ إعادة نظر. بس خلينا هلا بالأول نشكر الحكومة، عودا على بدء. لا ما هو في كلام على أنه العجز هلا بتشكيل الحكومة والوصول ربما إلى مأزق بالانتخابات الرئاسية وربما فراغ بالرئاسة، هذا ما سيمهد لطاولة ممكن أنه ينطرح عليها مسألة التعديلات. يعني شو بيقولوا؟ نتأمل خير. نتأمل خير. أنا أعتقد أنه رئيس ميقاتي عازم على تشكيل حكومة، الرئيس عون عازم على تشكيل حكومة بأسرع ما يمكن، يعني الاثنين عازمان على تشكيل حكومة، هذا شيء يعني بيأشر إلى أننا سوف نشهد حكومة بوقت ليس ببعيد، يعني إذا كانت الأمور كلها توضحت بدءا من الشيء يلي التساؤلات اللي بده يسمع عنها الرئيس ميشيل عون في التشكيلة الحالية. يعني شكرا لك استاذ ابراهيم عوض المشرف على موقع الانتشار. اذا في الساعات المقبلة رح نشوف الرئيس ميقاتي بعبده. بعتقد ولكن ما بنعرف شو مصير هذا اللقاء سيكون، لانه رئيس الجمهورية سيطرح يعني سيقدم له اعتراضاته على عدد من الاسماء يعني او ملاحظاته. شوف خليني لك شغلة اخيرا. لا الرئيس ميقاتي ناور ولا الرئيس ميشيل عون بده يعمل مواقف تصعيدية، يعني الاثنين بدهم يتعاونوا للوصول الى حكومة، الاثنين رغبانين يكون في عندهم حكومة، من مصلحة الرئيس عون يكون في حكومة بأسرع ما يمكن. والرئيس بس هو الرئيس عون سيشترط مقابل هذه الحكومة شو؟ أنه رياض سلامة، بدنا ورقة رياض سلامة، بدنا شو صندوق النقد، بدنا يا ستنا الكريمة. وقت اللي شكل الرئيس ميقاتي حكومته هذه كمان كما فهم كمان كان في كلام بينه وبين الرئيس ميشيل عون على عدة أمور، منها قصة الرئيس، منها الأستاذ رياض سلامة. وسئل الرئيس ميقاتي عن موضوع رياض سلامة، قال انا ما عندي مانع غير الرئيس سلامة، اعطوني بالاسماء، حتى بدا طرح بعض الاسماء ستنا الكريمه، يا ليت انا متذكرهم. كان في 3 أسماء استبعد اسمين دل اسم واحد وبعدين طويت هذه المساله، يعني بقصد انه القضيه كمان قابله للبحث. نعم. يعني شكرا لك اذا استاذ ابراهيم عوض المشرف على موقع الانتشار على حضورك معنا اليوم بهذه الحلقه. اهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا على المتابعه والى اللقاء.